أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم، وإليكم نشرة الأخبار من قناة سامراء الفضائية، ترافقني في إلقائها على حضراتكم زمن هلال. مرحبا زمن، حياك الله. عمك لكم التحية أينما كنتم مشاهدين الكرام. نشرة مفصلة بأهم الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. وثيقة لرئيس الوزراء يوجه فيها العمليات المشتركة بإعادة نازحي بيجي إلى مناطق سكنهما. محافظ صلاح الدين يدعو الأهالي بالتعاون مع القوات الأمنية لمنع تكرار أي خروقات أمنية. وزارة النفط توافق على استحداث هيئة للحقول النفطية في محافظة صلاح الدين. أما في نشرة الاقتصاد لهذا اليوم فتتابعون: المالية النيابية تؤكد أن الموظفين والمتقاعدين مشمولين باستقطاع 4.8% من رواتبهم الشهرية. تخفيض النفقات الحكومية على السلع والخدمات بنسبة 90% مقارنة بموازنة عام 2013. وفي عالم الرياضة نتابع: خيبة أمل كبيرة لجماهير الوطني بعد الخسارة أمام الإمارات. إلى التفاصيل حياكم الله. نشرت وثيقة تفيد بصدور توجيهات قيادة العمليات المشتركة بإعادة نازحي بيجي إلى مناطق سكنهم. وبينت الوثيقة التي صدرت قبل نحو 3 أيام وحصلت عليها قناة سامراء بإصدار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي توجيهات لقيادة العمليات المشتركة بضرورة إعادة نازحي بيجي إلى مناطق سكنهم. يذكر أن قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين قد حررته القوات الأمنية منذ أكثر من عام تقريباً. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم معنا هاتفيا السيد محمد محمود قائم مقام قضاء بيجي. سيد محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. بداية، كيف تؤكدون لنا إصدار مثل هذه الوثيقة من قبل القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص نازحي قضاء بيجي؟ نعم، شكرا لقناة سامراء على تواصلها متابعتها للقضاء بيجي واحوال نازحي قضاء بيجي. هذه الوثيقه صدرت بعد نتاج التحركات التي حصلت من قبل الحكومه المحليه لقضاء بيجي ووجهاء مدينه بيجي، والسيد صلاح الدين ايضا متابع لهذا الموضوع وارسل عده كتب الى مجلس الوزراء، من بينه قبل 10 أيام ارسل كتاب الى مجلس الوزراء يطلب فيه عوده اهالي بيجي، كون المدينة أصبحت آمنة ومنذ عام ونصف العام هي محررة ولا ينقصها شيء إلا عودة أهالي القضاء إلى المدينة لإكمال وأعمار المدينة. طيب لكن هو نعم. هذا الموضوع ليس في الوثيقة وصحو الوثيقة. حصل توجيهات من دولة رئيس الوزراء قبل أكثر من 15 يوم إلى السيد قائد عمليات صلاح الدين حول إعادة أهالي قضاء بيجي وناحية الصينية. نعم. لكن حقيقة لم يحصل التنفيذ بكون هناك لا زالت مقرات في المدينة لفصائل الحشد الشعبي وقطاعات المتواجدة داخل مركز المدينة. هناك عدة أسباب لعدم تسليم المدينة، وهي ما يقولوه فصائل الحشد الشعبي أن هناك لا زال هناك خطر من جهة
نهر دجلة وأيضا انشغال قيادات الحشد الشعبي في عمليات الموصل. طيب هل القرار هذا يشمل مركز قضاء بيجي أم يعني يشمل المناطق المحيطة بالقضاء وكما حددته سابقا القيادات المتواجدة هناك المناطق الثلاث في قضاء بيجي؟ نعم، هو هذا الكتاب وهذه التوجيهات هي تشمل مركز قضاء بيجي ايضا وناحيه الصينيه. نعم. هي تابعه الى قضاء بيجي. اليوم نحن بحاجه الى تنفيذ هذه التوجيهات. كان لنا لقاء يوم امس مع السيد محافظ صلاح الدين، وكان هناك ايضا تداول حول كيفيه اعاده مواطني قضاء بيجي. او عزم السيد محافظ صلاح الدين بالذهاب واللقاء مع السيد رئيس الوزراء لغرض تنفيذ عودة أهالي قضاء بيجي وناحية الصينية إن شاء الله بأقرب وقت. طيب ماذا لو فهم هذا القرار بأنه أمر واجب تنفيذه؟ هل سنلاحظ ترحيل قسري لأهالي قضاء بيجي من المناطق التي نزحوا إليها؟ موضوع عودة الأهالي هي ليست قسرية، يعني هو من يرغب بالعودة. احنا اليوم احنا كحكومة محلية في قضاء بيجي احنا ساعين في عادة الخدمات الى مركز القضاء. اليوم الكهرباء في مركز القضاء في المحطة المقبرة تعمل ولا ينقصنا الا مدى الشبكات الداخلية. جميع اجهزة من مجمع مياه مجمع الماء في مركز قضاء بيجي متوفرة. عندما تعود المواطنين ويسمح لنا بالعودة سوف نقوم بربط هذه الاجهزة والمضخات خلال يومين. ليس مشكلة في كيفية ايصال الخدمات. الخدمات ان شاء الله بعون الله وهمه ابناء الدوائر الخدميه الابطال سوف نعيد الخدمات في ايام قليله. احنا لا نجبر مواطن على العوده في الوقت الحاضر، العوده كيفيه ومن يرغب بالعوده طيب نرحب به، ومن لا يرغب بالعوده ايضا نكون مرحبين به. طيب استاذ محمد، يعني هل ما تزال بيجي في خطر من داعش ام ان حدودها الاداريه يعني باتت مؤمنه بشكل كامل وتام؟ من رايي انه مركز قضاء بيجي مؤمن بالكامل، وذلك لعدم لم نرى اطلاق اي رصاصه او قذيفه تهاون الى مركز قضاء بيجي منذ عام ونصف عام. طيب في سؤال اخير، يعني قضاء بيجي اليوم على اتم الاستعداد لاهالي الناحيه او القضاء من النواحي الخدمية والصحية، خاصة أنه أعلن في وقت سابق أنه قضاء منكوب، يعني هل هناك تغييرات جوهرية حصلت في قضاء بيجي لاستقبال النازحين؟ والله يا أخي الكريم يعني لم تحصل أي تغييرات. نحن اليوم نطالب بعودة أهالي بيجي رغم أنه قضاء منكوب، نعلم أنه قضاء بيجي منكوب حقيقة لا يصلح للعيش كمدينة، لكن عندما نرى انه المواطن يعيش منذ عامين او عامين ونصف في مخيم، يعني كيف هو افضل له ان يعود في بيته وبدون كهرباء وبدون ماء، افضل ما ان يبقى في الخيمه منذ عامين. يوم امس كانت حادثه وتكررت هذه الحوادث باحتراق خيمه واحتراق عائله كامله تتالف من 7 افراد بسبب الخيمه. كل عام اقبل الشتاء علينا، كل عام هذه المخيمات بسبب العواصف والامطار تزيح العواصف والامطار عن رؤوس اهلها والنازحين. نتمنى ان تعود المواطنين ويقوم المواطن باعاده خدماته اذا ما استطاعت الحكومه ان تعيد طيب خدماته. نعم. طيب سيد محمد، يعني في يعني قرار نهائي، هل يعتبر انه هذا القرار هو قرار يجب تنفيذه وسينفذ خلال أيام بإعادة النازحين إلى قضاء بيجي رغم الظروف التي ذكرتها الآن؟ والله أخي الكريم احنا يعني دولة، ويجب يفترض أنه عندما تصدر قرارات من مركز الدولة الأعلى يجب أن تنفذ. نتمنى أن تنفذ وإن شاء الله تقوم بمتابعة تنفيذ هذا الموضوع إن شاء الله. طيب السيد محمد محمود قائم مقام قضاء بيجي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. وفي شأن آخر، أكد محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري على ضرورة توحيد التوجهات والكلمة عبر التعاون المباشر بين القوات الأمنية بكافة صنوفها والمختارين والأهالي
لمنع تكرار أي خروقات أمنية قد تقع داخل المحافظة. جلسة أغلبها كانت هي دعم للأجهزة الأمنية، حث المختارين، كل العوائل، مساعدة الشرطة والجيش وكل القطاعات بأسمائها، أنه ما يصير أكو خرق في صلاح الدين، وهذا شيء ممتاز يذكر. ونشكر حقيقة هاي التوجهات لأخواننا، ما بالك اليوم عموم القطاعات تحتاج إلى دعم، إلى متابعة. وبين الجبوري أن الاجتماع الذي انعقد أمس مع المجلس المحلي لقضاء تكريت أنه تمت مناقشة موضوع الاستثمار في المحافظة، كاشفا عن وجود خطوات لدعوة الشركات العالمية والمحلية للعمل داخل المحافظة مع تذليل كافة العقبات التي تقف عائقا أمام عملها. كان عندنا نقاش مطول بخصوص الاستثمار. مجلس تكريت هو داعم للاستثمار، لأننا اليوم أمام تحرير وأمام بيئة آمنة ممتازة. ما علينا إلا أن ندعو الشركات العالمية والمحلية أيضا أن تحضر هنا إلى صلاح الدين بأموالها، وتجد موارد وتجد تدليل لكل الصعاب هنا في المحافظة، في مركز المحافظة. وإلى الملف الأمني، حيث مع اقتراب انطلاق عملية تحرير الجانب الأيسر من قضاء الشرقاط، باتت القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لاقتحام المناطق التي ترزخ تحت وطأة تنظيم داعش. إلا إن الأوضاع الإنسانية ما زالت تمر بأسوأ الأحوال، حتى أن العوائل بدأت تأكل الحشائش التي يزرعونها بعد نفاذ موادهم الغذائية وسرقة عناصر التنظيم لمادة الطحين من دور العوائل. وفي نفس السياق، بدأ التنظيم يهدد العوائل بذهابهم إلى قضاء الحويجة لاستخدامهم كدروع بشرية. طرد تنظيم داعش من الجزء الأخير في محافظة صلاح الدين الجانب الأيسر من الشرقاط بات أمرا قريبا جدا، حسب ما أكده القادة العسكريون في المحافظة، حيث أفادت مصادر عسكرية لقناة سامراء أن القوات المشتركة صدت هجوما لتنظيم داعش بأربعة سيارات مفخخة، وقتلت خلال الهجوم 12 عنصرا من العناصر المهاجمة على جبال مكحول من جهة قرية الزيرات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجانب الأيسر من الشرقاط. محاولات البعض القيام بزرع فكرة الخلايا النائمة في محافظة صلاح الدين جاءت على خلفية التفجيرات الأخيرة التي حدثت في تكريت وسامراء، في حين أكد مسؤولو المحافظة أن تردي الوضع الأمني سببه ضعف الجهد الاستخباري، يضاف إليه إصرار إقليمي يساعد في بقاء الأزمة على ما هي عليه. عبد الرحمن النجار والتفاصيل. لا يكاد يذكر واقع أمني سيء بمحافظة صلاح الدين حتى تنصرف الأنظار مباشرة صوب الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط. وعلى الرغم من قصر المسافة بين الجانب المحرر والآخر المحاصر والمتمثلة بعرض دجلة فقط، إلا أن الوضع الأمني مقارنة بين الاثنين كبير إلى أبعد حد. وبالنظر إلى جذوة التوتر الأمني، فإن هنالك إجماعا من قبل مسؤولين في المحافظة يرون فيه أن التقصير نابع من ضعف الأجهزة الأمنية التي تمسك بزمام الملف، الأمر الذي أكدته أكثر من جهة، وربما كان آخره ما جاء على لسان محافظ صلاح الدين. كو تنسيق ممتاز بالقتال، لكن بالمعلومة ما موجود، ما جاي تحدث أجهزتنا الأمنية، هذا مو سبب المواطن. المواطن متعاون والمختار متعاون والعامة كلها متعاونة. هنا الخلل هو بالأجهزة الأمنية، أكو خطط. واليوم ده شوف تكريت الحمد لله يعني شيء ممتاز، اللي جاي خرق يجيني من برا. بعض الأحيان هذا الخرق بتخديري وبالتحليلي هو مدعوم من دول لا تريد للعراق الاستقرار والأمن. وحتى وقت قريب
كانت ذريعة الخلايا النائمة في المحافظة أكثر ما يلجم المنتقدين للوضع الأمني، إلا أنها حجة سرعان ما أثبتت فشلها، سيما وأن أبناء المحافظة طالبوا مراراً وتكراراً بمسك الملف الأمني فيها. وبالنظر إلى المشهد من زاوية أخرى، يرى مراقبون للوضع العام أن محاولات تجري على قدم وساق في تعليق أوضاع صلاح الدين بفواعل إقليمية، حيث بدأ ذلك واضحاً منذ الخامس من آذار لعام 2015. وبصرف النظر عن تحميل الحكومة المركزية الكثير من أسباب تردي الوضع الأمني، فإن تصارع الفرقاء داخل العملية السياسية ربما يكون المحرك الرئيس الذي يمكن داعش من مبتغاه. وفي ملف آخر، أعلنت هيئة الاستثمار بمحافظة صلاح الدين عن موافقة وزير النفط عبد الجبار اللعيبي على استحداث هيئة للحقول النفطية وإعادة افتتاح معهد النفط في قضاء بيجي شمال تكريت، فيما أبدت استعدادها لفتح آفاق التعاون مع الوزارات الأخرى لدعم الاستثمار وتطوير المرافق النفطية. وقال مدير عام هيئة الاستثمار بصلاح الدين عمار جبر إن وفد من المحافظة برئاسة المحافظ أحمد عبد الله الجبوري إلى جانب مختصين بشؤون الطاقة بحث مع وزير النفط عبد الجبار العيبي المشاكل والمعوقات النفطية في المحافظة وسبل دعم الاستثمار. في شأن آخر، أفاد مراسلنا في تكريت بأن قوة أمنية احتجزت العقيد حامد الربيعي مدير جنسية صلاح الدين على إثر مشاجرة بينه وبين أطراف لم يسمها. وقال العقيد حامد الربيعي في تصريح خاص لقناة سامراء إن ما حدث يوم أمس هو عملية احتجاز من قبل مكتب المفتشية التابع لوزارة الداخلية بسبب مشاجرة حدثت قبل أيام، نافيا الأنباء التي تتحدث عن احتجازه بسبب التزوير، مؤكدا أنه الآن خارج السجن بحسب تصريحه. وللوقوف على مزيد من التفاصيل، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير جنسية صلاح الدين العقيد حامد الربيعي. حياك الله سيد حامد. الله يحييك يا أختي، الله يشكرك فيك، رحمة الله عليك. بداية سيدي الكريم، هل لك أن توضح لنا لما اعتقلت؟ تفضل. أنا تم اعتقالي يوم أمس من قبل مفردة المفتشية. نعم. بسبب تزوير الكتاب مثل ما ذاعت بعض القنوات التلفزيونية، وإنما كان اعتقالي بسبب استفسار لوجود بعض كتاب عند أحد المواطنين مجوب، وتم إطلاق سراحي من قبل قاضي تحقيق تكريت وعدم ثبوت أي أدلة. كيف عثر على هذا الكتاب؟ هل من احد قدم شكوى بخصوص هذا الكتاب؟ متوجه الى دارة الى اربيل. سيد حامد، نعم. الكتاب المزور اين ضبطه؟ ضبطه احد الاشخاص متوجه به الى اربيل، هو يخص مكتب معلومات وما يخص دوائر الجنسيه، وما له اي علاقه بمديريه جنسيه صلاح الدين. طيب، كيف يسير العمل داخل جنسيه صلاح الدين؟ هل الموظفين متعاونون مع المواطنين؟ احنا بالمناسبه نعطي خبر لاذاعه سامراء. نعم. بين مكتب جوازات صلاح الدين الاول الموجود في تكريت، راح يتم اليوم تم المباشره بفتحه واكمال كافه الاجراءات وعلى حق مواطني سامراء الحضور. طيب. بعد الزياره الاربعينيه الى مكتب جوازات تكريت لهذا ارسال جوازات من مديريه جنسيه صلاح الدين، وراح يكون من الافتتاح بحضور مدير الجنسيه العام ومدير جوازات العامه وسيد محافظ صلاح الدين، وحاليا الليجا موجوده قاعد تقوم باعمال الاخيره لغرض فتح مكتب جوازات صلاح الدين اللي صار له مغلق اكثر من سنتين.
حدثني سيدي الكريم. نعم. ولأهالي صلاح الدين بدرجه لو يكون هذا الخبر احسن من الخبر اللي نشرته بعض الاذاعات اللي شوه سمعه مديريه جيش صلاح الدين بان مدير جيش صلاح الدين يصدر كتب مزوره. احنا مديريه جيش صلاح الدين باشرنا بعد احداث داعش باصدار الهويات ولم تنشر اي سلبيه على مديريه جيش صلاح الدين. اذا كان الخبر اخر قضاء هو قضاء الشرقاط وقمنا حاليا بفتح مكتب جنسية في قضاء الشرقاط. طيب سيد حامد، لما المواطن اليوم يشكو من كثرة الروتين والتعقيد عندما يريد استحصال الجنسية أو شهادة الجنسية داخل دائرة جنسية صلاح الدين؟ احنا بالنسبة لنا سيد الوكيل الأقدم أجدد الحلقات الروتينية خففها عن المواطن. كان قبل المواطن إذا عنده هوية أحوال مدنية مفقودة يجب عليه ان يتوجه الى مركز الشرطه لغرض حصول على اخبار في مركز الشرطه، هاي الحلقه رفعت. السيد الوزير الاقدم لغى منضبط سيد السكن واكتفى بالبطاقه السكن كاثبات شخصيه للمواطن، فازت حلقه اللي رفعت من مديريه الجيشيه صلاح الدين. نعم. احنا كافه دوائرنا تصدر هويه احوال مدنيه وشهادة الجنسية بنفس اليوم، يعني ماكو مواطن يراجع ثاني يوم او ثالث يوم لغرض استلام هوية الاحوال او شهادة الجنسية. نعم. وعندنا ثلاث مكاتب شهادة الجنسية، هو مكتب تكريت ومكتب بلد ومكتب الطوز، وكاتب مكاتب مستمرة بالعمل. طيب سيد حامد، لما لحد الان لم يتم العمل بنظام البطاقة الوطنية؟ نظام البطاقة الوطنية اتفقنا مع السيد المحافظ ان شاء الله عند حضور السيد مدير العام الى مدير الجنسية لغرض افتتاح مشروع جوازات تكريت، راح يتم مناقشة مشروع البطاقة الموحدة، وراح تكون قضاء الدجيل وقضاء الضلوعية وقضاء سامرة وقضاء العلم وقضاء تكريت هو أول أرضية يثبت بها مشروع البطاقة الموحدة، وقضاء الطوز أما راح يكون أول أرضية هي هاي الستة المرشحة لغرض تنفيذ مشروع البطاقة الموحدة إن شاء الله عن قريب. كان السبب هو عطر الثياب الرضوي، السيد المحافظ صلاح الدين قام بإصلاح الثياب الرضوي، إن شاء الله عن قريب يفتح مشروع البطاقة الموحدة في محافظة صلاح الدين. نعم مشاهدينا الكرام، نعتذر لحضراتكم لعدم وضوح الصوت من المصدر. كان معنا عبر الهاتف مدير جنسية صلاح الدين العقيد حامد الربيعي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مواطنو صلاح الدين يطالبون بضرورة رفض البطاقة التموينية ودعمها لحاجتهم الماسة لها. وثيقة لرئيس الوزراء يوجه فيها العمليات المشتركة بإعادة نازحي بيجي إلى مناطق سكنهم. محافظ صلاح الدين يدعو الأهالي بالتعاون مع القوات الأمنية لمنع تكرار أي خروقات أمنية. وزارة النفط توافق على استحداث هيئة للحقول النفطية في محافظة صلاح الدين. باشرت دائرة توزيع كهرباء سامراء بتشكيل خلية أزمة لمعالجة المشاكل المتعلقة بقطاع الطاقة تزامنا مع الزيارة الأربعينية، كما أكد مدير الدائرة حميد أحمد أن الجهود توزع على كافة مداخل المدينة وبقية المناطق. قامت دائرة توزيع كهرباء سامراء وبعزم مباشر من السيد مدير توزيع كهرباء صلاح الدين وبمتابعة مستمرة من السيد قائم مقام قضاء سامراء بتشكيل خلية أزمة لمناسبة الزيارة الأربعينية لهذا العام. الخلية تمثلت بنشر مفارز كبيرة لدائرة التوزيع من ضمنها إصلاح الإنارات المتواجدة في مداخل المدينة من جهة القلعة من جهة الفندق السياحي،
وتم بالفعل تجهيزنا ببعض المواد اللي خاصة بالإنارة من مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين. طالب مواطنون من قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين بضرورة رفض مفردات البطاقة التموينية ودعمها بعد اقتصارها على 4 مواد فقط ولم يتسلمها أحد منذ أكثر من 4 أشهر، بينما أشار مسؤولون إلى أن مخازن وزارة التجارة خالية من المواد الغذائية. علي البلداوي والتفاصيل. بعد سنوات من تذبذب تجهيزها تلاشت مفردات البطاقة التموينية في بلد بشكل كامل منذ عدة أشهر، فضلا عن رداءة مادة الطحين التي زادت الطين بلة، مما دفع المواطنين إلى المناشدة بتوفيرها لحاجتهم الفعلية إليها ليصفوها بأنها ماتت منذ وقت طويل. الغذائية 1.9 ذبونا شكر مال السابع، وقبلها بشهر ذبونا مال السادس، وقبلها يعني 4 أشهر، الخامس والسادس والسابع انطونا بالشكر، ومن التاسع لحد الآن كل شيء ما نطوره لا شكر ولا تمن. نطلب 4 أشهر طلب تمن وزيت ما نطوره. زين، هاي بالنسبة للمواد الغذائية. ذبونا الطحين مال الثامن، بس الطحين رديء 4 أشهر الطحين ما يستفاد منه المواطن. والله نطالب الحكومة أن تسهل المواد الغذائية، لأن الشعب العراقي حالته المادية تعبانة ويحتاج المواد الغذائية، فعلا ماتت لأنها ما موجودة. رئيس لجنة الاقتصاد في حكومة بلد المحلية حمل وزارة التجارة مسؤولية التقصير في تجهيز المواد الغذائية، مؤكدا التواصل معهم ليتضح بعدها خلو مخزن الوزارة من أي مفردة، فباتت هذه المشكلة عامة. مشكلة عامة، المشكلة مشكلة وزارة، أما الوزارة يعني هي مسؤولة على كافة الشركات. حقيقة احنا راجعنا شركة المواد الغذائية، وراجعنا المخازن، وراجعنا أبو التجهيز، ماكو مفردات بطاقة تموينية لحد الآن، أي مفردة ما وصلت إلى المخازن حتى يجهزني. قلب ينبض لنقل معاناة المواطنين، فالأصوات ارتفعت والكاميرا صورت ووثقت، فهل من مجيب؟ من قضاء بلد لفضائية سامراء، علي البلداوي. أعزائنا المشاهدين، وهذه انتقالة إلى عالم المالي والاقتصاد مع الزميلة سوزان. مرحبا شكرا سوزان. شكرا لك عمر، أهلا بك. أهلا بكم مشاهدينا، نشرة اقتصادية مفصلة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. فجرت اللجنة المالية النيابية مفاجأة من العيار الثقيل حين أكدت تخفيض رواتب موظفي دوائر الدولة ضمن موازنة 2017 البالغة 100 تريليون دينار، والتي يناقش مشروع قانونها الذي يتضمن استقطاع نسبة 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين في مجلس النواب حاليا. وأردفت على لسان رئيسها محمد الحلبوسي أن رواتب الموظفين مصانة ومؤمنة بالكامل، وهي خط أحمر لا ينبغي المساس بها تحت أي ظرف، وأي تخطيط ينبغي أن يكون مدروسا ومخططا له وضمن إطار سقف الإنفاق الفعلي لمؤسسات الدولة العراقية وعدد الموظفين الحقيقي، مستدركا بالقول أن من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي تخفيض تريليوني دينار من مجمل رواتب موظفي الدولة وإيقاف التعيينات في الموازنة العامة الاتحادية. وأضاف الحلبوسي أن هناك ضرورة لإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك التطبيق بما لا يؤثر على مستحقات الدرجات الدنيا من الموظفين أو المتقاعدين، لأن رواتبهم قليلة وبعضهم ليس لديه أي مخصصات إضافية، منوها إلى مخاطبة وزارة المالية لتزويد اللجنة النيابية بجميع البيانات والكشوفات الرسمية بعهدتها عن مؤسسات الدولة لتدقيقها.
أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تخفيض النفقات الحكومية على السلف والخدمات بنسبة 90% مقارنة بموازنة عام 2013. وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء خفض النفقات الحكومية على السلع والخدمات بنسبة 90% إذا ما قرنت بموازنة عام 2013. وأضاف العبادي أن المجلس أجرى بعض التعديلات الطفيفة على مشروع موازنة 2017 وأرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق وسائل حديثة لشمول فئات أخرى بالإعانات الاجتماعية. طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي الفياض الحكومة بالتحرك لتنفيذ خطوط نقل النفط والغاز بين العراق والأردن. وقال الفياض في حديثه أن تنفيذ مشروع خطوط أنابيب نقل النفط والغاز العراقي عبر ميناء العقبة الأردني أمر مهم للبلدين، ويجب على الحكومة التحرك الجدي في تنفيذه، مشددا على تفعيل عمل اللجان المشكلة بين البلدين وعدم إهمالها كما حصل في السابق. وانتقد الفياض التلكؤ الذي حصل سابقا بما يتعلق بتنفيذ خطوط الأنابيب، مؤكدا أن أطرافا في وزارة النفط كان لها علاقة مباشرة بالتلكؤ السابق، لذا يجب تشخيص الأسماء من قبل الوزارة ومحاسبة المقصرين. اقترح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر صالح استحداث مصرف تجاري لتمويل تجارة القطاع الخاص عن طريق فتح الاعتمادات المستندية بدلا من التحويلات. وقال صالح في تصريح صحفي له أن سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية يفوق سعر البنك المركزي بعشرة نقاط، والمستوى العام للأسعار في العراق ما يزال مستقرا برغم وجود سعرين لصرف الدولار، مبينا أن الفرق لم ينعكس بقوة على المستوى العام للأسعار، والتضخم الأساسي ما يزال بمستوى 2% وهو الأقل في تاريخ العراق. وعزى صالح الأسباب إلى أن العراق يستورد من مناطق الدولار في العالم كشرق آسيا التي تعاني من كساد في السلع، مقترحا استحداث مصرف تجاري لتمويل تجارة القطاع الخاص تسهم به المصارف الأهلية والحكومية لتمويل التجارة عن طريق فتح الاعتمادات المستندية بدلا من التحويلات. أعلنت الشركة العامة للمواد الإنشائية في وزارة التجارة بأن احتياجاتها الشركة في معرض بغداد الدولي بدورته 43 حقق إيرادات مالية بلغ 30 مليون دينار. وأكد مدير عام الشركة عدنان الشريفي في بيان له أن جناح شركته شهد إقبالا واسعا من الزائرين للاطلاع على ما تم عرضه من مواد إنشائية متنوعة خاضعة للفحوصات المختبرية وبأسعار منافسة تنافس أسعار الأسواق المحلية. أفاد مكتب المفتش العام بوزارة المالية اليوم بهروب عجلتين محملتين بمادة السجائر من الحدود العراقية من غير أن تدفع الرسوم الجمركية. وقال المكتب في بيان له أنه شكل لجنة لتحقيق على تفاصيل موضوع هروب العجلتين المحملتين بالسجائر وأيضا محاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الحادث. وتابع المكتب أن اللجنة يقع على عاتقها أيضا تقدير حجم الضرر اللاحق بالخزينة العامة للدولة جراء عدم اتخاذ الإجراءات الجمركية على الإرسالية المذكورة. وقبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. وثيقة لرئيس الوزراء يوجه فيها العمليات المشتركة بإعادة نازحي بيجي إلى مناطق سكنهم. محافظ صلاح الدين يدعو الأهالي بالتعاون مع القوات الأمنية لمنع تكرار أي خروقات أمنية. و
وزارة النفط توافق على استحداث هيئة للحقول النفطية في محافظة صلاح الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر النشرة، طبتم وطاب مساءكم بالأمل. إلى اللقاء. يعني عمل مفرح حقيقة، يعني واقفين على الصغيرة والكبيرة خصوصا ليتم مواطنين، لكن عندهم الأهم هو الملف الأمني. اليوم الجلسة أغلبها كانت هي دعم للأجهزة الأمنية، حث المختارين، كل العوائل، مساعدة الشرطة والجيش وكل القطاعات بأسمائها، أنه ما يصير أكو خرق في صلاح الدين، وهذا شيء ممتاز يذكر. ونشكر حقيقة هاي التوجهات لأخواننا، ما بالك اليوم عموم القطاعات تحتاج إلى دعم، إلى متابعة. فكان عندنا نقاش مطول بخصوص الاستثمار، مجلس تكريم.